بيسمع خبر يا شيخ ونبيك يعني تنصحنا بايش نفعل، ماذا نفعل يا شيخ؟ اسمع هذا الخبر يا شيخ بالله، اسمع هذا الخبر بالله. بارك الله فيك، اسمع هذا الخبر ان شاء الله. طبعا قالت قناة هؤلاء انصار الشريعة، يعني هذا اليوم وجدوا الخبر هذا، يعني قناة الكفرة السلفية، يعني يقولوا لي على قناة بنغازي انها قناة كفرة. الرجاء النشر والتحذير كل من ذكر اسمه في القائمة، قائمة جديدة تصدر للمستهدفين بالقتل والتصفية حسب ما تم الحصول عليها من ورقة وجدت في احدى المساجد في بنغازي مضمونة كما يلي. طبعا هذه الورقة يا شيخ صالح فيها 40 نفر من الشباب السلفيين قتلوا رقم 16، واليوم وصلنا خبر انهم قتلوا احد الاخوة اللي موجودين في الورقة، ويعني سيصفوا باقي الاخوة السلفيين يا شيخ. يعني ماذا نصنع يا شيخ صالح؟ والله نحن في حيرة، ونحن حتى احنا هنا في الغرب ليبيا خايفين يعني من انصار الشريعة موجودين، يعني حتى في منطقتنا هذه موجودين. خايفين من انصار الشريعة؟ خايفين يا شيخ، هم الان بدوا يقتلوا الشباب السلفيين. انا كده الزموا الحذر وتسلحوا. نعم. الزموا الحذر وتسلحوا. هو يعني تو الان، هو الان حفتر اللي قائم على الجيش الان، هذا يعني حفتر الذي قائم على الجيش هو يعني هل هو يقفون مع انصار الشريعه؟ لا، هو ضد انصار الشريعه، هو الان يحارب انصار الشريعه. بالامس كان قتال شرس بيناتهم وقتلوا مجموعه من انصار الشريعه، ويعني وعنده حتى احد الابناء يا شيخ صالح، احد ابناء يقرا في مدرسه الشيخ محمد سعيد الاسلام في مصر، غادي شاب سلفي الحمد لله. هو الدولة يا شيخ صالح، الدولة يعني الآن اللي ما يسمى بالمؤتمر الوطني فيه كثير من الأخوان المسلمين، وفيه من فيه حتى من الجماعة المقاتلة، هم اللي يدعموا في أنصار الشريعة. والله يا أخي في هذه فتن، نعم الدولة إذا كانت الدولة ما تستطيع توقفها كل إنسان يستعد بسلاحه. نعم. ومن تعرض لكم والله يا شيخ نخشى على انفسنا. انا نشتغل في الجيش، انا الحمد لله عدو عقيده سلفيه ونشتغل في الجيش، ونخاف على نفسي يعني. والله قعدنا في حيره من امرنا، يعني هل نقاتل، نذهب ونقاتل مع هذا مع حفتر، ام نبقى في بيوتنا وما عرفنا كيف نتصرف؟ يا شيخ صالح الجيش انا نشتغل في الجيش، انا اشتغل في الجيش ضعيف، الجيش ماليش في اي وجود، الجيش ماليش لانه موجود الذروع هذه تبع الاخوان المسلمين وتبع يعني بعض من اعضاء المؤتمر، يعني دارين الان دارين تشكيلات كل واحد يعني عنده تشكيل من الميليشيات يدافع عليه. الجيش ماليش في اي وجود اليوم، ماليش في اي وجود الجيش الا الان حفتر. اليوم حفتر انضم معاه 70,000 من الجيش اللي يخدموا في الجيش الليبي، انضموا معاه الان ويقاتلوا مع حفتر. هل اني يا شيخ صالح منضم مع حفتر ونقاتل معاه؟ على كل حال يمكن يصير هو المسؤول مثل ما فعل السيسي. نعم يمكن نفكر بهذه استقر له الامر، فانتم تبع وان كان لا اللجنة هذه ما لها وجود اللي في طرابلس. الان هو يا شيخ صالح طبعا احنا ليبيين ونعرف الليبيين ونعرف العائلات الليبية والمناطق، الان كل الليبيين يأيدوا في حفتر ويريدون حفتر، قالوا نريد حفتر، يعني الان ضموا معه كثير من المناطق الليبية انضمت معه وتؤيد حفتر بما يقوم به، لانه يحارب انصار الشريعة يعني الخوارج. والله ولا نعم اذا كان عامة الليبيين انضموا لهذا الشيء وعامل الجيش انضم الى حفتر. نعم ولا لا؟ نعم.
ده حتى الجيش انضم مع حفتر، حتى الجيش كثير من الجيش انضم مع حفتر. هي انضم مع حفتر وراء ان الحكومه ستكون هي حفتر. نعم 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 يا شيخ. يرجو الله ان يتم ذلك، انه يوفق الله حفتر لنصره الحق وفهم الباطل ان شاء الله تعالى. اللهم امين يا ابراهيم، بارك الله، ننشر هذا الكلام يا شيخ صالح. كيف كلام ما في شيء. ننشر هذا الكلام. الله انا قمت بتسجيل هذه المكالمه، تسمح لي بنشرها؟ لا لا بإذن الله هذا الكلام إن شاء الله ينشر يا شيخ، وبإذن الله يقوم بنشره حتى في الشبكات السلفية، شبكة صحاب وشبكة صحاب وشبكة البينة، إن أعطيتنا الإذن إن شاء الله. أضرب راحة الشخص اللي يقوي على الفتن. نعم. ويؤمن البلاد من الاضطرابات التي تشفق بموجبها الدماء. نعم.